بتدوس على ده وده سكتها تملي صعبة صحيين نايمين في غربة وخيوط متعقدة هالأيام كده غريبة في كل حاجة بتدوس على ده وده سكتها تملي صعبة صحيين نايمين في غربة وخيوط متعقدة عايشين كتمن وجعنا ماشيين ماسكين دموعنا وعيوننا مخبية ده مفيش تضحية قالك ما احناش ملايكة وخلصوا الأنبياء عايشين كتمن وجعنا ماشيين ماسكين دموعنا وعيوننا مخبية عليه شويه كده. حسن قال لاحمد ان هو عايز يتجوز هاله ولا احمد خطيبك كده فهمها لوحده؟ ايوه يا ماما، حسن قال له انا عايز اتجوز هاله وقال له انه عينه عليها من زمان كمان. طب يا بنتي ما تقدمش ليه؟ راح يقول لاحمد هي هاله دي ملهاش اب. اصل هو في يعني مشكله صغيره كده، عشان كده استنيت بابا لما يمشي. خير؟ اصل امه مزمزقه شويه عشان هاله اكبر من حسن. هو قال له ما تجيبش سيره لحد. واحمد قال لك؟ وقال لي ما جيبش سيره لحد. انا بقول لك لما لقيتك بتكلمي مع بابا في موضوع صفاء. ما هو برده ما حصلش حاجه، هو عايز يتقدم بس امه لسه مزمزقه. وما تقوليش لحد يا ماما، يبقى ما فيش حاجه. يا ماما اللود بيقنع امه اهو، ادعي بس ان هي توافق، خلينا نفرح بقى. هدالها تتخيبه هي الطول ده، انا بغيتي زي العسل. تعالي. لا يا عم نادر ما طنشتكش ولا حاجه، معلش متكعبل كده في حكايه بحكي لك عليها بعدين. لا بكره مش هينفع خالص ولا الاسبوع ده كله. نادر بقول لك ايه، انا لما اروح بكلمك. يا عم اطمن انا كويس مفيش حاجه. مع السلامه. مصطفى يا حبيبي. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبي، ازيك؟ اتفضل اتفضل يا حبيبي.
لا انا بنت خالتك شمس وباها لبناني، هما دول اللي كنت عايشه معاهم في لبنان. هاي، مبسوطه كتير اني شفتك. واخيرا ازيك؟ تمام الحمد لله. تفضل. تفضل يا حبيبي. كله تمام؟ تمام. شو بتحب تشرب؟ اي حاجة، قهوة. كيف قهوتك؟ مظبوط. اوكي. اهلا يا حبيبي. انا قلت لبابا امبارح اني قابلتك. وعمل ايه؟ افتكري يعني هيعمل ايه؟ اكيد زعق وهدد زي عوايده. انا اول مره اشوفه في الحاله دي، عشان كده عايز اعرف منك انت مخبيه عني ايه. تقصد ايه؟ بابا امبارح حددني انه يقتلنا انا وانتي لو ليلى عرفت. الراجل ده مجنون. انا اسفه. ما تتاسفيش، انا امبارح برضه قلت له كده. قلت له انه مجنون؟ ليه كده يا مصطفى؟ انا مش راجعه يا حبيبي عشان ابوظ علاقتك بابوك. انا كنت متاكده ان سعيد مش هيسمح لي اقرب منك. وانا نازل من البيت النهارده قابلت ليلى، كنت هقول لها واجيبها معايا. لكن لكن ايه؟ يا ريتك جبتها. مش عارف ليه ما قدرتش، يمكن خفت من تهديده، مش عارف. انا ما نمتش من امبارح، فضلت قاعد في السرير مفتح عيني. عدت عليا كل الصور اللي انا فاكرها عني وانا صغير. افتكرت كمان بابا كان بيقول عنك ايه. انا عارفه يا حبيبي صعب عليك قوي اللي انت عرفته، لكن ما تتصورش السنين دي عدت عليا ازاي وايه اللي قسيته فيه، وقد ايه كنت بفكر فيك انت وليلى. لما هتعرفوا في يوم من الايام ان سعيد حرمنا من بعض هتعملوا ايه؟ لو عرفتوا ان انا عايشه هتقابلوني ازاي؟ هتحبوني ولا هتكرهوني؟ انا عارف ان بابا يمكن يكون زودها معاكي شويه. زودها شويه؟ منه لله. انا مش مقتنع ان انت ضحيه زي ما انت عايزه تفهميني. اللي انا عارفه ان اهم علاقه في الدنيا بين الام وولادها، وانت سبتيني. ما تظلمنيش يا ابني، انت ما تعرفش اللي انا قسيته. انا ياما حاولت. حاولتي؟ مرتين؟ 10؟ وبعدين؟ انت عارفه انا بيحصل لي ايه من ساعه ما شفتك؟ بفكر بس، ما بعملش حاجة تاني. بفكر في اللي انتي عملتيه واللي بابا بيعمله وليلى. ليلى لما تعرف هيحصل لها ايه. وفي وسط ده كله بقى بحاول اقنع نفسي ان انتي لسه موجودة. انتي لغاية امبارح بالنسبة لي كنتي ميتة. ثانية واحدة هوريك حاجة. بص دي خالتك شمس، فاكر الصورة دي؟ كان يدوب عندك 4 سنين. دي ليلى. ها؟ حبيبتي. ملهاش صور كتير وهي صغيرة قوي كده. مصطفى اقعد اتعشى معانا النهاردة. ثلاث نقط مهمة هي اللي هتخلي الشركة تكسب من المناقصة دي وتقف على رجليها، وأعتقد إن أنا قلت الثلاث حاجات. يفضل حاجة واحدة، الوحدة الأولى من المشروع لازم تتسلم في خلال 15 شهر. يا جميل بيه بعد إذنك، إحنا لازم نخلي الفعل 13 شهر، ده عقبال ما الورق يتحرك ونصرف أول شيك محتاجين على الأقل شهرين. في إيه يا باشمهندس؟ إحنا مش هنستنى، هنبدأ من يوم الأحد. جميل بيه، حساب الشركة ما فيهوش كاش، يعني لو استلمنا الموقع ونزلنا المعدات مش هيبقى في ماتيريال نشتغل بيها. يا شريف انت محسسني ان دي اول مناقصه كبيره بنشتغلها. يا سيدي انت مش معاك العقد، اطلب اي حاجه من اي حد في السوق اجل بضمان الورق، دي مناقصه حكوميه. نقفل على الموضوع ده. شوفوا بقى، انا عاوز العقود بتاعه المهندسين تخلص، العماله اليوميه تخلص، الخرائط النهائيه
تخلص صح صح. وبعدين عاوز تقارير يومية تيجي على مكتبي كل يوم. اتفضل. ألف ألف مبروك يا كبير. أهلا يا محمود. ما شاء الله، إيه اللي أنا شايفه ده؟ شغل واجتماعات وحركة كده. بقى المناقصة رسيت عليك. بطل هيصة وقول لي عندك جديد؟ ما أنت عارف سعادتك إن أنا هقابل بنت الخدمة بكرة، نشوف بقى نطلع منها بإيه. لمؤاخذة يا جميل بيه، في سؤال كده محيرني نفسي أسأله لك. لما أنت المناقصة رسيت عليك والجدع اللي اسمه سعيد ده وسع لك السكة، لازمته إيه بقى نحفر وراه؟ من يوم ما حاولنا نموته ونفد منها وهو حاططني في دماغه، متأكد إن أنا اللي ورا الحكاية، عشان كده جالي المكتب هنا وهددني. بيهوش يا باشا؟ لا، سعيد ما بيهوش. طالما حطك في دماغه كده ساب لك المناقصة ليه؟ يمكن عاوز يطلعني الجبل وبعدين يحتفني من فوق، عشان كده أنا عاوز سكينة أحطها فوق رقبته وقت ما أنا عايز. فهمت؟ اللي بقى لشوف بحياتك كلها أكلت مثل هذا الأكل اللبناني؟ لا بصراحة تسلم إيديكي تحفة. ميت صحة. إيه حبيبي ده؟ أنت من إمتى بتشرب سجاير؟ بقى لي كام سنة كده. بلشت أسئلة الأم. ها احكي لي بقى. عايز تعرفي إيه؟ كل حاجة، كل حاجة عنك أنت وليلى. عشتوا إزاي؟ درستوا إيه؟ سافرتوا فين؟ أنا وليلى درسنا في الجامعة الأمريكية. أنا درست إدارة أعمال وهي ماركتينج. والله أنا كمان درست إدارة أعمال بجامعة بيروت. وبتشتغلي إيه؟ كنت أشتغل في PR بشركة كتير كبيرة، بس لما ماما نبيلة قررت تجي على مصر قدمت استقالتي وجيت معها. هي اللي ربتني، مستحيل أتركها. حبيبتي لما خالتك توفت من فترة كبيرة قوي، لنا عاشت معايا ربتها زي بنتي بالظبط. وليلى مالها؟ ليلى بتعمل ايه في حياتها؟ بتشتغل؟ اه بتشتغل معانا في الشركة، وكانت في فرنسا بقالها سنة تقريبا ولسه راجعة قريب، ومسافرة بكرة العين السخنة عندها مؤتمر مع الشركة. صورتها معايا، تحبي اوريها لك؟ انا شفتها يا مصطفى، شفتها لما جيت البيت. حبيبتي زي القمر. انا جيت البيت علشان اقابل هادية، وليلى كانت معاها بس منعتني اكلمها، كانت خايفة قوي من سعيد. يعني هادية كمان كانت عارفة؟ يا سونسو انت مرتاحه عند الناس اللي انت بتشتغل عندهم دول؟ الا مرتاحه، والناس كويسين جدا، بيعملوني زي بنتهم. ليه؟ هما ما عندهمش ولاد ولا ايه؟ ازاي بقى؟ سعيد بيه عنده مصطفى، ده رخم حبتين، وست ليلى الصغيره دي زي السكر. ايه ده؟ هو الراجل كبير مش متجوز ولا ايه؟ لا مش متجوز، بعد ما مراته وعياله ماتت ما رضيش يتجوز تاني. الشهاده لله سعيد بيه راجل محترم، عمرنا ما شفنا عليه حاجه كده ولا كده. ايه اللي بتقوليه ده بس يا سنية؟ طول عمرنا بنشوف الافلام القصور دي بتبقى مليانه ومقفوله على بلاوي. دي كلها اقصى، انا كنت فاكره زي كده. طب قولي لي بتشتغل عندهم بقالك دلوقتي كام سنه؟ حوالي 5 سنين. وقاعده بقى في البيت عندهم على طول ولا بتروح كل يوم؟ هروح لمين؟ هو انا ليا حد؟ وبعدين دول عاملين لي اوضه فيها كافه شيء، تلفزيون، تكييف، سرير، كل حاجه. برا الفيلا اكيد؟ ها لا جوه. ليه بتشتغل لوحدك ولا ايه؟ لا مش لوحدي، معايا الست هادية. الست هادية دي بقى شغالة بذمة وبضمير ولا فردة نايمة؟ تصبر مني ومنك، هي اللي مربية الست ليلى ومصطفى بيه. جاي يا محمود، هو انت جايبني النهاردة اتعرف عليك ولا تستجوبني؟ لا بقول لك ايه بقى بنت الناس، عشان نبقى على نور من دلوقتي، انا لازم اعرف عنك وعن الناس اللي انت بتشتغلي عندهم كل حاجة، زي ما انت تعرف عني كل حاجة. ماشي ماشي. عايز تعرف ايه كمان بقى؟ هقول لك. Thank you.
أمين أمين. أهلا أهلا. ازيك يا حاج؟ بالله. جدك مأمون في البيت ولا راح الغيط؟ لا جوه، ما راحش الغيط النهارده. طب عاش. القرآن كله إعلانات. قول لي أصلا حاجة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أمين. ازيك؟ مرحبا يا مرحبا. إيه النور دي؟ ازيك يا خال؟ أهلا أهلا. عامل إيه؟ الحمد لله. ما تصدقش إن كنت خرجت خدتك من على السكة من بره. أنا قلت أعملها لكم مفاجأة بقى. تعالى يا مرحبا. تعالى. اتفضل. يا صالحة. أنت يا حاجة. تعالي سلمي على امين اخويا. يا اهلا وسهلا، يا الف اهلا وسهلا. البيت نور. أهلاً ولو اني زعلانه منك يا ابو هاله. وانا اقدر ازعلك برضو يا حاجه. سنه ما تسالش علينا ولا كاني لك اهل. وبعدين فين عفاف والبنات؟ ما انت عارفه بقى اللي مشغوله بشغلها واللي بتذاكر، وعفاف ما تقدرش تسيبهم لوحدهم. المهم ازيك انت يا صالح؟ ان شاء الله تسلم يا ابو هاله. انت هترغي؟ روح اذبحيلنا لكريم بط وشوف هتعمل ايه معاهم عشان امين. من عينيا الاثنين، بس انا قلت الاول اطمن على الحبايب. منور الدنيا كلها يا ابو هاله. ربنا يخليك يا حاج. وانت روح هات لي بقى معسل وهات فكه حلوه كده عشان عمك. حاضر يا حاج، عن اذنك يا عم. اتفضل يا حبيبي. ازيك يا امين؟ الحمد لله. البنات حلوين؟ فضل من ربنا. احنا هنجوز هند على العيد اهو ان شاء الله. الحمد لله، اصل خطوبتها طولت قوي. ربنا يعمل اللي فيه الخير. خد يا اسطى 500 بتاعت حسابك. 500 شويه يا باشا. انت عارف حضرتك دلوقتي اقل صناعي بياخد 100 جنيه في اليوم. ما انا معاك يا اسطى، انا هروح منك فين؟ ده انا سايب لك الشقه. الله يكرمك. والنبي يا استاذ عايزك تخلي بالك من زاويه الميل بتاعت الارضيات عشان ما هي تجري على طول ما تطلعش عيني. ما تخافيش يا ست العرايس، انا هعمل لك شغل زي الفل. هتندهشي بس واحد اذنك يا استاذ احمد شوف لي كهربائي يظبط لي الفيش لانها معطله شغلي. خلاص بكره الصبح اكون عندك ان شاء الله. بكره ولا بعده؟ على العموم انا قدامي 3 ايام اكون خلصت الارضيه دي كلها. يلا باذن الله. بعد اذنك. اتفضل يا ريس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبروك يا حياتي. الله يبارك فيك يا حبيبي. ايه رايك في الارضيه يا بنات؟ فظيعه. لا لسه كمان الرمل ده بقى لما نعليه. على مهلنا على مهلنا. حد من عند الازازه بقى كده. ايوه يا سمير، على عينك مع الرجاله هنا وبينزلوا الحاجه. الله ينور. على مهلنا. رصيف تعبناك يا عمنا. خلاص حاجاتك تمام كده؟ تمام زي الفل الحمد لله. دي حساب انا بقى. لا حساب ايه، اقعد اشرب شاي وريح شويه وبعدين اتكل على الله. الله يبارك لك، بس عشان مشوار طويل. تكرم يا حبيبي، ربنا يخليك. اتفضل خد حسابك اللي اتفقنا عليه والباقي للرجاله بقى. الله يبارك لك، ربنا يجعلها فتحه خير عليك. تكرم يا ابو. تكرم. على مهلنا. على مهلك يا رجاله. سمير جوه. سمير بعيد عن النصب. شكرا يا رجال، شكرين تعبناكم. شكرين الف شكر. شكرين يا رجال، دخانكم على الوسطى يا رجال، تعبناكم. هو ده سمير. هو يا باشا. كلم بقى الواد حمدي بتاع الدش عشان يجي يظبط الشاشه دي والوصلات بتاعتها. النبي معاه رصيد، كلمه انت يا زعدي بقى. طب امشي. كل ايه كفايه يا مأمون، انا هاكل كل ده ازاي يا شيخ؟ كل هي الطيوره اللي طازره دي ليها قاعه. على فكره يا امين، انا عايز اقول لك حاجه كده. خير؟ انا على اول الصيف الجاي هرمي اساس شقه في الجنينه اللي ورا. بس امين مش عايز يقعد معاني. ما انت عارف بقى يا عمي، العيال كبرت وجيرانات كمان حامل. ربنا يقومها بالسلامه ان شاء الله. كويس بقى ان انت فتحت السيره دي، وده اللي كنت عايز اكلمك فيها يا مأمون. انت عارف ان انا طول عمري راجل موظف والمعايير زي ما انت عارف، والواد خطيب هند بنتي مش عارف يكمل الشقه علشان يتجوزوا فيها، وفي كلام كده يعني ان في حد هيتقدم لها قريب. انا كنت بقول يعني ان الجنينه هي صحيح ما تجيبش ثمن الارض حقي، لكن يعني لو بعناها وجابت 100,000 جنيه اهو كويسين يفكوا ازمه. يا دي حازم، يلا بطلنا اكل. وانا ما هقوم اعمل الشاي. جرى ايه يا عمي؟ انت ما سمعتش ابويا بيقول لك ايه؟ البيت مش مكفينا وانت جاي ايه؟ عاوز تقص منه؟ اقص ايه؟ انا ليا نص الارض ونص البيت، انا اللي سايبين لكم الاثنين. انت اللي اخترت تعيش في مصر بمزاجك. انا ما اتكلمتش الا لما اتزنقت يا مأمون. هو انت لوحدك اللي مزنوق؟ ما كلنا مزنوقين. وبعدين انا رتبت حالي، الواد هيتنقل واخوه هياخد الاوضه عشان العيال، وانت جاي تكرس الدنيا فوق دماغي؟ الكلام اللي انت بتقوله ده ما ينفعش يا امين، ما ينفعش. ما ينفعش يعني ايه؟ انت ناسي ان الارض دي والدار ورث من ابويا؟ لا انت اللي ما تعرفش ان ابوك كتب لي الارض والدار بيع وشراء قبل ما يموت. لا اله الا الله، لا الكلام ده ما حصلش طبعا. لا حصل يا عمي، ومعانا مبايعه بختم جدي الله يرحمه، والكلام اللي في دماغك ده ما تفكرش فيه ابدا. يلا كمل غداك وشرفتنا. ايه ده؟
انت بترد من ملك يا ولا؟ ملكك ملك ايه يا عمي وبالعافيه؟ احفظ لسانك انا عمك. البيت مش ملكك يعني. البيت ملكي وملك عيالي. كتر خيرك. انت يا عم مالك يا مصطفى؟ مفيش حاجة يا ليلى. مفيش حاجة ازاي بس؟ انت زعلان من بابا علشان اتخانق معاك عشان ما رحتش الاجتماع؟ بابا؟ ليلى بقولك انا مخنوق مش عايز اتكلم في حاجة خالص، ممكن؟ ما انا ما اقدرش اسيبك زعلان كده مصطفى. انا من ساعة ما رجعت من باريس واحنا ما قعدناش اتكلمنا مع بعض، ولا عارفة مالك ولا عارفة في ايه، وحاسة ان في حاجة غريبة بينك وبين بابا غير موضوع الاجتماع ده. انا اللي بيني وبين ابوكي حاجه واحده بس، هو يديني اوامر وانا انفذها، وانت كمان زي وكل الناس اللي حواليه بيعملهم كده بالظبط. هو انت شايف بابا كده؟ انا خلاص ما بقتش شايف اي حاجه خالص. طب خلاص يا سيدي روق، انا مش هروح العين السخنه وهفضل قاعده معاك عشان تنبسط. لا انا هبقى كويس، سافري انت بس وملكيش دعوه بيا خالص. هو بابا مسافر معاكي؟ لا لا، مسافر معايا احمد الموظف اللي في الشركه ده، اسمه احمد شاهين. ماشي. طب ومالك زعلان ليه كده؟ عندي لك فكره جامده جدا بقى. فكره ايه؟ تاخدني تعزمني على العشاء. لا طب خلاص، ايه رايك يا سيدي نروح سينما في حته دي؟ لا ماليش مزاج للسينما خالص. انا هو انت زعلان قوي كده؟ انا حاولت افكك بس. معلش يا لالا، انا عايز اقعد لوحدي شويه، ممكن؟ حاضر، ممكن ما تزعلش نفسك عشان خاطري وحياة ليلى عندك. حاضر. خلاص تزعلش. بابا. اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ صباح الخير. صباح النور. عامل ايه؟ تمام. ايه النشاط ده يعني؟ صاحي بدري وبتتمشى قلت يلا اعمل شويه رياضه. ها فطرتي؟ لا انا شربت شاي وهفطر كمان شويه. طيب بابا، ممكن اسالك على حاجه؟ اتفضل. انت اتخانقت مع مصطفى؟ قال لك حاجه؟ لا هو ما قاليش حاجه، انا رحت له امبارح اوضته وكان قافل قفله وحشه قوي وما رضيش حتى يرد عليا يقول لي ايه اللي مزعله. معلش اصل انا زعقت له امبارح قوي عشان خاطر موضوع الشغل ده، يمكن هو ده السبب. لا انا ما اعتقدش ان هو زعلان بسبب شغل، في حاجه تانية. طيب هبقى اقعد معاه واعرف هو زعلان من ايه وبصالحه. المهم يا ستي، عملت ايه امبارح مع فريد؟ فريد؟ انت مش قلتي لي انت هتقابليه بعد ما تخلص الشغل؟ كان عاوز ايه؟ فريد يا سيدي بيحبني وتقدم لي وعايز يتجوز. كويس كويس قوي. لا طبعا مش كويس. ايه كويس في كده؟ فريد شاب لطيف، ابوه الله يرحمه كان راجل محترم، وانا اعرف عيلته كويس قوي. خدي وقتك وفكري. يا بابا انت ليه دايما بتحاول تحسسني اني عاديه وزي اي بنت؟ موضوع الجواز ده بالذات ما ينفعش خالص. لا ينفع، وانت عارفه كويس قوي انه ينفع. اولا فريد ده بالنسبه لي صديق مش اكتر، وانا بعتبره زي اخويا، دي الحاجه الاولانيه. والحاجه الثانيه انك مريضه، ده بقى اللي مش موافق عليه. بصي قيمي فريد زي ما انت عاوزه، تقبليه ترفضيه انت حره، لكن ما تخليش مرضك عائق لكل واحد يتقدم لك. انا هتغدى النهارده مع اصحابي في النادي. اتغير الموضوع. لا ماشي ماشي انا موافق، بس ما ينفعش نعمله كحلي. انا بكره لون الرمادي ده يا حبيبتي، يعني بحسسني بالاكتئاب كده بجد. اه والله. طب خلاص بلاش. انا عارفه نفسي ايه، نفسي نعمل بره اللون البامبي الجميل اللي انا وانت بنحبه ده، الحلو ده، فاهم قصدي؟ وجوه بقى اوضه النوم الاخضر الزرعي، يعني فاهم الحته دي؟ اخي ايه ده؟ مش عاجبك ذوق يا حبيبتي؟ زرعي؟ انت بتهزر. شكرا يا حبيبتي على فكره. احمد. الو. ايوه يا احمد، ازيك؟ الحمد لله رب العالمين تمام. نتقابل بكره في الشركه زي ما اتفقنا عشان نروح المؤتمر مع بعض. لا لا مش عايز تقابلك معايا. لا ده انا بكلمك بس عشان اقول لك هات نسخه من المشروع بتاعك على فلاشايه، عشان لو اتطلب مننا في المؤتمر نعرض منه امثله وكده. طب ايه هيكون في وقت ان احنا نعرض المشروع؟ طب تمام، برافو عليكي. خلاص
لا 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 تمام تمام، الساعة 8 إن شاء الله أكون واقف قدام باب الشركة. أوكي باي باي. مع السلامة. مع السلامة. برافو عليا. إزاي يعني؟ حفظت شوية مجاملات عشان الشغل يعني. ماشي. تزعلت ولا يا قمر؟ طب مش برافو عليك. برافو عليك أنت. كده فاضل من تمن العربية 8000 جنيه عادل مش كده؟ لا 7.5 بس. مش عارف بقى لو اديت لأحمد نصهم عشان شطب شقته الباقي هيكفي إيه؟ طب واللي هيتبقى هتعمل بيه ايه؟ هعمل ايه يعني؟ حد القهوه وشه اجيب شويه كراسي تنطقها كده بس مش هيكفوا. ما طبعا مش هيكفوا. هو مش احمد خد مكافاه 12000 جنيه؟ خلاص انت بقى ظبط قهوتك اللي ايمننا بالبيت دوت، واحمد ربنا كرمه بشغل الجديد هيجيب الالف والالافات. ليه تزنق انت بقى نفسك؟ اول مره تفكري بالطريقه دي يا حنان. لا يا حبيبي انا ما اقصدش اللي جه في دماغك والله. وبعدين احمد اخوك الصغير زي ما هو اخويا بالظبط. بس انا بقول يعني العربيه اللي كانت سترانا ادينا بعناها يا عادل، قوم انت بالقهوه الاول وخلصها وبرضه هتقف جنب احمد. كلامي صح ولا غلط يا عادل؟ هشوف ظروف اخويا الاول. ايه يا بنتي، ما كلنا عارفين فريد بيحبكم من زمان. حب ايه وهبل ايه، ده زي اخويا بالظبط، زيه زي مصطفى عندي. يعني يا فريد. يعني ايه، هو بيشحت؟ الولد زي الفل على فكره. لا بجد والله يعني صعبان عليا. على فكره عادي جدا، بتحصل في اليوم 1000 مره ان حد يكون بيحب حد والتاني مش حاسس بيه. طب بصي قولي صراحه كده، ايه حوار ما ينفعلكيش ده يعني؟ بقول لك ايه، بطلي الكلام الاهبل ده، انا هقوم امشي. خلاص يا بنتي ده سؤال بريء. لا يا اختي انا لازم امشي عشان مسافره العين السخنه الصبح عشان عندنا مؤتمر تبع الشركه. بجد والله؟ على فكره انا رايحه هناك اقعد 5 ايام مع اهلي واكيد هبقى زهقانه وقاعده مش عارفه اعمل ايه، فممكن اكلمك اول ما اروح. قشطه. بجد؟ طب ده حلو جدا، خلاص هستناك. يلا اكلمك. اوكي باي باي. باي. ابوكي قال مش هتروحي خطوبه صفاء ولا انا كمان هروح. ليه يا بابا؟ ابوكي شايف ان الراجل ده ما ينفعنيش. هو احنا كنا لسه شفناه يا بابا؟ مش ده موضوع يخصني، ما تاخد رايي فيه. يا بنتي انا عرفت ان هو ارمل وعنده ولد وبنت وعايش بعيد عن هنا في طنطا باي. يا مريم ممكن تقومي عايزه اقول لبابا وماما حاجه. ماشي بكره اجي لي عرسان وادخلك اوضتك برضه. كسري رقبتك. لا هي هتستناكي لغايه لما يجي لك عرسان، هيكون جالها عدالها ان شاء الله. شفتوا حتى مريم وهي بتهزر فاكره ان هفضل هنا قاعده معاها. يا بابا انا هتم 35 سنه، يعني مش مستنيه الشاب الحلو اللي هيخطفني ويطير بيا ونتجوز. انا خلاص كبرت على الحلم ده. يا هلا انا عندي تفضلي قاعده هنا جنب امك معززه مكرمه ولا ان اجوزك جوازه زي دي؟ خلاص بقى يا هالة، ابوكي قال مش هنروح يعني مش هنروح. يا ماما من فضلك ما تعاملنيش كاني مريم. ليه بقى يا هالة؟ كبرتي عليا. صلوا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. لسه بدري على المشوار ده، قدامنا اسبوعين. خلاص يا امين انا عن نفسي مش رايحه، انت بقى لو عايزه تروحي اتفضلي روحي لوحدك. استغفر الله العظيم. الحمد لله على السلامة. حلو الجو قوي. بس في حاجة أنا جعانة قوي. وأنا نطلع من جوه. خلاص نطلع نغير هدومنا دلوقتي. وفي مطعم سمك هنا ما حصلش. لا هنا إيه؟ أنا هوديك المطعم الحقيقي بقى. أنت متعرفش إن أنا من السويس أصلاً؟ لا بتكذب. بقول طبعا نصطاد سمك على طول وبتاع اكيد بكذب طبعا. لا. لا 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 يعني نطلع نغير وبس هوديك بجد مطعم سمك حلو قوي بجد. اه والله تمام على ضمانتي بقى. خلاص طيب خلاص انت هتدفعي. لا 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 لا
صباح الفل. ايه يا حبيبي وصلت؟ اه يا حياتي بكلمك من الاوضه. انت بتكلمني فيديو كول ليه؟ بكلمك فيديو ليه؟ عشان اوريك المنظر الحلم. طب وريني. بصي بصي الفيو عامل ازاي؟ ايه ده؟ ده حلو جدا. مفيش احلى منك يا حياتي. وحشتيني. انت كمان وحشتني قوي. خلي بالك من نفسك ها؟ كلمني كل شوية. حاضر. هتعمل ايه دلوقتي؟ مفيش، انا وليلى هننزل بعد شوية نتغدى. انتوا رايحين تتفسحوا بقى مش رايحين تشتغلوا. اتفسح يا حبيبتي النهاردة بس عشان يوم فاضي. من بكرة نشغل بقى في المؤتمر وكده. ماشي. كلمني كل ساعة ها؟ ليه؟ كل ساعة ليه؟ ما سيب الخط مفتوح أحسن. يا ريت. بموت فيك. بيطمنين عليكي كل شويه يا ليلى. لا لسه ما شفتوش. حاضر. اهو اخوكي نازل قدامي اهو، هسلم لك عليه. مع السلامه. انت مصطفى اختك بتسلم عليك. الله يسلمها. انت خارج؟ اه خارج. انا عايز اتكلم معاك شويه. انا مش عاوز. ممكن اخرج؟ أنا آسف. إيه؟ للأسف مش كفاية ولا إيه؟ وأنا مش من حقي إني أخاف على أولادي؟ تخاف علينا من مين؟ طب تعالى. إحنا طول عمرنا أصحاب يا مصطفى. أنا عمري ما هددتك. وأنت عمرك ما كلمتني بالطريقة دي. آه. رجوعنا بلا خضني. كنتش متوقعه. انا كنت خلاص نسيتها، وكنت فاكر كمان ان هي نسيتنا. انا مش هبرر لك ايه اللي حصل، ولا هقول لك ليه انا بعت نبيل عنكم السنين دي كلها، بس انا عايز اعرف السبب. وهتستند ايه؟ عايز افهم ليه اعيش يتيم وامي موجوده. اتطلقنا يا اخي زي ما اي اتنين بيتطلقوا. في ايه؟ وبعدين انا كنت ساعتها. انا ماليش دعوه باسبابك انت، انا بتكلم عني انا واختي. تحرمنا ليه منها؟ وليه تمنعها تنزل مصر؟ وعايز اعرف بقى هددتها بايه لدرجه انها تختفي من حياه ولادها فجاه كده؟ مش فاهم. واللي هيجنني بقى انك مرعوب ان ليلى تعرف. في ايه؟ ليلى مش زيك يا مصطفى. لو عرفت ان انا بعت نبيل عنها السنين دي كلها، مش عارف ده ممكن يعمل فيها ايه. هيعمل فيها ايه يعني؟ زي ما حصل معايا بالظبط. وحصل معاك ايه؟ انت عمرك ما حرمتنا من حاجه، وانا عن نفسي كنت شايفك احسن اب في الدنيا. ما طلعتش كده. انا قابلتها مرتين، وعلى فكره بقى كانت تنفع تبقى ام. انا بعد السنين دي كلها، وبعد ما هديت من مفاجاه رجوعها، حسيت ان انا زودتها زمان. كرمت يا مصطفى. انا حبيت نبيله، ما كنتش متخيل ابدا انها ممكن تبعد عني. انا كانت حياتي بيرفكت، عندي طفلين جمال وشركاتي بتكبر. جت نبيله خبطتني على دماغي. ليه قلت لي انها ماتت؟ ده اللي لازم تجاوبني عليه. كنت بعاقبها. بس انت عاقبتنا احنا. انا ما عملتش حاجه في حياتي غير ان انا كنت بساعدكم. ليلى لازم تعرف، وانت لازم تقبل وجود امي في حياتنا. عشان هي قررت انها تيجي دلوقتي لازم انا وافق. طب فين جوزها؟ جه معاها طبعا. اه ولا جايه تخرب لي حياتي وترجع تاني له؟ هو ده كل اللي همك؟ علاقتكم ببعض كانت عامله ازاي؟ طب واحنا ايه؟ جوزها مات، وانا بصراحه عجباني فكره ان ليا ام عايشه في الدنيا. وليلى افتكر هي كمان هتفرح قوي بعد ما تفوق من الصدمه. طيب يا مصطفى. طيب. الله، بص المنظر من هنا حلو ازاي؟ طب والله بلدنا دي جميلة قوي، أحلى بلد في الدنيا. طبعاً فظيعة الصراحة. أه صحيح، دلوقتي أنا جبت نسخة من المشروع، عملت بس شوية تعديلات كده على المقدمة زي ما أنت طلبتي. عايز أعرضه عليكي قبل ما إيه ما نخش المؤتمر. وعملت التعديلات دي إمتى؟ إمبارح بالليل، ثلاث ساعات كده. أنا ما عملتش حاجة يعني، أنا بس يعني كنت عايز أوضح إن في هدفين للمشروع. هدفين؟ هدفين إزاي؟ هم مش أنت عاملهم ثلاثة المفروض؟ أه. انا دمجت التانية والتالتة مع بعض في واحد.
سمعت الكلام يعني. بالظبط كده. شاطر. انا عايز اوريك. ايه ده؟ معلش معلش، حصل خير، حصل خير. كله على ما فيش، واللي حاسبها ما ي...